بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت شفنا التيتشر حطينا فيها array of student IDs، تمام؟ وبعد كده يعني شفنا الجيتر والستر وده تمام، مفيش أي مشكلة. عاوزين بس نعمل كام تعديل النهاردة ونتعلم حاجة جديدة، والنهاردة في حاجة جديدة مهمة جدا. تمام، قبل ما اكمل، لو عملت ران في مشكله هتظهر لي. المره اللي فاتت في الستيت اي دي انا همشي من زيرو لغايه كام؟ لغايه اقل من الخمسه. ما فيش متغير عندي اسمه سايز اصلا، بمشي لغايه الايه؟ الخمسه. ليه بمشي لغايه الخمسه؟ لان الاري بتاعتي خمسه. تمام، والافضل الافضل ان انا بدل ما امشي من الزيرو لغايه الخمسه اقول له همشي من الزيرو لغايه مين؟ لغايه مين؟ بص حاجه هنا، اسم الاري دوت سايز. هنا الموضوع هيكون دايناميك افضل. طب سايز كده برضو؟ اذا لا مفيش. طب لينس؟ ممكن لينس تجيب؟ لا برضو. طيب لينس كده؟ لا برضو. تمام، تعال نشوف ايه الفانكشن اللي بتجيب السايز بتاعت مين؟ بتاعت الاري. لو قلت له هنا ايه؟ سي بلس بلس فانكشن او جيت سايز اوف اري، على طول مش عارف حاجه، سيرش على طول. هي سايز اوف على ما اتذكر، او سايز اوف. اذا بتعمل ايه عشان تجيب السايز؟ بص دي اهي، هاخدها كده واروح فين؟ واروح هنا هقول له عشان اجيب السايز بتاع الاري، هقول له هستخدم فانكشن اسمها سايز اوف. سايز اوف ايه؟ اوف اري. سايز اوف اري اللي هي الاري بتاعت اللي هي دي، هاخد دي احطها هنا اهو على السايز اوف اول اندكس بتاعه اهو كده. بتحط الاري سايز اوف اري على السايز اوف اري اوف الايه؟ اول اندكس زيرو. كده هو جاب الايه؟ السايز بتاعتي. اه كده الموضوع هيكون افضل ليه؟ عشان انا لو جيت هنا غيرت دي خليتها 500، لو انا مخلي دي خمسه، يعني لو دي افتراضا انها خمسه، هحتاج ان انا اروح اعدل في الكود اخليها ايه؟ 500. طب لو خليت ديت 100، هحتاج اروح هناك اخلي دي ايه؟ اخلي دي 100 وهكذا. لا انا مش عاوز اعدل في الكود تاني، فانا هنا هخليه هو يجيب السايز بتاع الاري، يعني دي هترجع خمسه لان السايز خمسه. غير دي بقى، دي 500، فدي لما تجيب السايز هيديني كام؟ هيديني 500. حلو الكلام، حلو الكلام. نفس الفكره لو حد فاكر كنا عاملينها برضو فين؟ كنا عاملينها برضو في الستودنت مع مين؟ مع التيتشر في السيت اهو. هعمل كده واجيب اسم الاري احط اهو. اذا كده جاب برضو ايه؟ السايز بتاع مين؟ بتاع الاري. جميل جدا، موضوع ما فيهوش اي صعوبه. بدل ما احط السايز فيكسد انا اللي احطه بايديا، لا هخليه هو يجيبه لي عن طريق الموضوع ده. سايز اوف اسم الاري على السايز اوف اول اندكس في الاري، اول اليمنت فيه. حلو الكلام. النهارده هنبدا نشوف العلاقه بين مين ومين، بين التيتش قصدي الايه، بين مين ومين؟ بين الكورس والستودنت، او السبجكت والستودنت. خلينا نقول كنا الكورس، عاوزين علاقه بين الكورس ومين؟ والستودنت. حلو، احنا قلنا ان الستودنت ليه خمس مواد، اللي هو ليه خمس كورسات. خلينا نخلي الستودنت الاول اهو، ادي الستودنت. وقلنا الستودنت لما قلنا في التيتشر والستودنت، قلنا الستودنت ليه كام تيتشر؟ الستودنت ليه خمسه تيتشر، صح؟ ليه ليه خمسه تيتشر؟ لان ليه خمس مواد، خمس سبجكت او خمسه كورس. فنفس الفكره، الستودنت ليه كام كورس؟ ليه خمسه كورس. اه فهي نفس الفكره. حلو، اذا اول حاجه هروح ابني مين؟ ابني الكورس. هقول له كلاس كورس
تمام، هقول له برايفت واحط الداتا بتاعته، الكورس ليه اي دي، تمام، هقول له انت اي دي، اسم الكورس هيبقى سترينج نيم دبل اور، عدد ساعات الكورس. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الكورس ليه كام ستيودنت؟ سيبك منه دلوقتي، الكورس ليه كام ستيودنت سيبك منه دلوقتي، خلينا في الداتا الاصليه بتاعت الكورس، مالناش دعوه بالربط دلوقتي، سيبك من الستيودنت كورس، خلينا في الكورس. الكورس حطينا فيه مين؟ الاي دي والنيم والاور، صح الكلام، صح الكلام، تمام. لما اجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل مين؟ هاجي اعمل الجيتر والسيتر، الانكابسوليشن. احنا كنا عاملين الاي دي والنيم قبل كده هنا، هاخد بس على طول هنا الاي دي والنيم اهي واحطهم تحت على طول، ده السيتر والجيتر بتاعت الاي دي والنيم. حلو قوي، شكرا. هنروح نحط ايه؟ الجيتر. سامع واحد بيقول لي انت كده بتكرر الداتا، هقول لك اصبر عليا. فاضل مين؟ فاضل الست والجيت بتاعت الاول. حلو، هقول له هاخد واحده من ديت واقول له ايه؟ واقول له set our، واقول له string name، هقول له string بقى ايه؟ مش string، هقول له double our على بعضيها اهي، هاخدها احطها فين؟ احطها هناك، واقول له this dot our، خلاص تعودنا بقى، خلاص equal ايه؟ equal our. هروح هناك اعمل الجيت بتاعت الاول، هقول له جيت اور، هقول له دي هترجع ايه؟ دبل، لان الاور بترجع لي مين؟ بترجع لي دبل. هقول له ريتيرن اور، اللي هي الاور اللي فوق دي بتردين الدبل. خلصنا، خلصنا ده الايه؟ ده الكورس. حلو، قبل بس ما نكمل هنعمل بس هنا كومنت واقول له ايه؟ كرييت موديل مين كورس. حلو قوي، بس نيجي هنا لمشكله مهمه جدا، الا وهي ان احنا فعلا قررنا الداتا الاي دي والنيم، الاي دي والنيم موجودين قبل كده فين؟ في البيز انتيتي. فاكر لما احمد، لما احنا ايه؟ لو احنا فاكرين ان احنا في التيتشر والستودنت كان فيه اي دي ونيم وايج وفون، اي دي ونيم وايج وفون كانوا موجودين فين؟ موجودين هنا وموجودين هنا. حلو، حلو الكلام، حلو قوي الكلام. فعشان كده خدناهم حطيناهم في البيز انتي وخليناهم يعملوا منه ايه؟ اكستند. حلو الكلام، حلو الكلام. دلوقتي احنا عندنا كلاسين اللي هو الكورس والبيز انتيتي، فيهم الاي دي والنيم مشتركين. اذا هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الفكره، الكورس والبيز انتيتي هنعمل كلاس شيرد ما بينهم ويعمل منه اكستند. ركز معايا عشان تفهم انا عاوز اعمل ايه، عشان الموضوع هيبدا يكبر بس انت فاهم، فتكون فاهم الموضوع، ركز معايا. طيب انا مش فاهم، بص هفهمك. دلوقتي كان عندنا التيتشر والستيودنت، صح؟ ركز، ركز بقى معايا، كان فيهم داتا مشتركه، صح؟ اللي هو مين؟ اللي هي الاي دي والنيم والايج والفون نمبر، صح؟ عملت ايه؟ حذفتهم من هنا، حذفتهم من هنا، وحطيتهم في ايه؟ وحطيتهم في واحد بيرة اللي هو البيز انتي، او اللي هو البيز انتي، صح؟ وخلاص كده ما كررناش الداتا، وخلينا ده يعمل اكستند منه وده يعمل اكستند من ده، والموضوع انتهى. ظهر لنا كلاس تاني الا وهو ايه؟ الكورس، الا وهو الكورس. الكورس ده فيه ايه؟ فيه اي دي
ونين ومين واور. تمام، مين في الكلاسات دي عنده الاي دي والنيم؟ اللي في الكلاسات دي عنده الاي دي والنيم الا وهو البيز انتيتي. اذا هنعمل كلاس تاني في بس الاي دي والنيم، ونحذف الاي دي والنيم من هنا، ونحذف الاي دي والنيم من هنا، ويبقى ده كلاس ده اكستند منه وده اكستند منه. كده البيز انتيتي فيه الاي دي والنيم وباقي الاتريبيوت اللي فيه. فلما التيتشر يكسند من البيز انتيتي يبقى التيتشر فيه كل الاتريبيوت اللي في البيز انتيتي بلس الاتريبيوت اللي في الايه؟ اللي في الكلاس الاول، الا وهو اسمه بابليك داتا مثلا. طيب كده معناه ايه برضو؟ مش فاهم. كده معناه ان ده هيورث من ده وده يورث من ده. اذا التيتشر هيورث من مين؟ من ده ومن ده. مش البيز انتيتي وارث من ده اللي هو بابليك داتا؟ ايوه. اذا البيز انتيتي فيه الاتريبيوت اللي فيه والاتريبيوت اللي في البابليك داتا. طب لما التيتشر يبدا ينهرت من ده، اذا هيكون فيه الداتا اللي فيها، وبما ان الداتا اللي في البيز انتيتي او البيز انتيتي عامل انهرت من البابليك داتا، اذا التيتشر فيه الداتا اللي هنا والداتا اللي هنا. كذلك الستودنت، الستودنت هيكون فيه الداتا اللي فيه اللي مكتوبه فيه بلس الداتا اللي موجوده في البيز انتيتي لان عامل منه انهرت، وبما ان البيز انتيتي عامل انهرت من ده يبقى الستودنت فيه اللي هنا واللي هنا. والكورس، الكورس عامل انهيرت من ده، يبقى فيه الاي دي والنيم والداتا اللي في جواه اللي هي الاورز. كده احنا طبقنا مفهوم الانهيرت بشكل صح بحيث ما يكونش فيه تكرار نهائي. حلو قوي، تعالى كده نجرب اللي احنا قلنا ده. اجي هنا هقول له عندي كلاس اسمه ايه؟ بابليك داتا، بابليك داتا، او خليها شير داتا. حلو الكلام. اخلي فيها ايه؟ اخلي فيها الاي دي والنيم فقط، واروح هناك اخد السيتر بتاع الاي دي والنيم اهو، و الجيتر بتاع الاي دي والنيم. كده اصبح ايه؟ اصبح عندي الشير داتا فيها الاي دي والنيم بالجيتر والستر بتاعها. حلو قوي. نمسح من هنا الاي دي والنيم، واهو، ونمسح من الستر الاي دي والايه والنيم، ومن الجيتر الاي دي والنيم، ونروح نعمل ايه؟ اكستند لمين؟ للشير داتا. اه هقول له بابليك شير حلو الكلام؟ تمام، إذا الأي دي والنيم اللي كانوا هنا خليته في الشير داتا وخليته من اكستند، إذا أكنهم موجودين هنا بالظبط. طيب نروح بقى على الكورس، نروح على الكورس نشيل الأي دي والنيم خالص أهو، نشيلهم من السيتر ومن الجيتر، ونبدأ نعمل إيه؟ وأبدأ أقول له يا عم الحاج أنت هنا هتعمل اكستند من مين؟ من الشير داتا. بالمنظر ده كده انا طبقت الانهيرتنس بشكل صح. كده ما تلاقيش طبعا في هنا، مش هنا حاجه غلط، المفروض هنا ده اقول له شير داتا، واجي هنا اقول له كرييت موديل بيز انتي. تمام كده انا عندي شير داتا في اي دي والنيم، والبيز انتيتي فيها مين؟ فيها الايج والفون نمبر والاي دي والنيم. تمام، اللي هيعمل انهيرت من البيز انتيتي هيكون عنده الايج والفون نمبر وكمان الاي دي والنيم. حلو قوي، اللي هو التيتشر والستودنت، بلس ان في التيتشر في سالري وفي ستودنت اي دي از، صح كده؟ صح. وفي البيز انتيتي الاتريبيوت اللي في البيز انتيتي اللي هي مين؟ اللي هي الايدج والفون نمبر، وفي كمان الاتريبيوت اللي في الشير داتا لان البيز انتيتي عامل اكستند من الشير داتا. وكذلك الستودنت نفس الفكره بتاعت التيتشر. الكورس عامل اكستند من ايه؟ من الشير داتا، فلما اروح للشير داتا هلاقي فيها الاي دي والنيم. هيعمل اكستند من الاي دي والنيم. كده مستحيل تلاقي في اي كلاس حاجه مت ايه؟ حاجه متكرره، وكده انت طبقت الانهيرتنس بشكل صح.
حلو قوي، حلو قوي. هقول له جيت اد اول، هقول له جيت كوميت، هقول له كرييت موديل كورس اند شير داتا. اقول له جيت بوش، تمام. هروح هناك اعمل ريلود، كل حاجه ايه، كل حاجه تمام، 10/10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.